أعتقد أن قضية خاشقجي بالنسبة لنا هي قضية معدة مسبقا. لو أنت عايز تعرف اسأل أردوغان أين جمال خاشقجي، أين هو جمال، هتلاقيه في المخابرات التركية. أنا بقول لك المعلومة أهو. لا 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 يوجد، لا 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 يمكن ابدا اي احد ان يحمل السعوديه. اردوغان نفسه يقول ان الموضوع ما يزال وانه يتمنى نتائج ايجابيه. من الذي حمل السعوديه؟ الذي حمل السعوديه كما قلت لك في بدايه الحلقه هي هاشتاقات قطريه. لو فعليا ثبت تورط قطر في هذه القضية، لو ثبت فعليا تورط قطر في هذا الأمر، خلاص تنتفي عن عاصفة الدولة. منذ اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي باسطنبول يوم الثلاثاء الماضي، كان إعلام قطر رأس الحربة بعملية ضخ إعلامي لا حدود لها. I would just tell him I hope you're okay, I hope you come back, but if not then just thank you. I just spoke with the king of Saudi Arabia. The king firmly denied any knowledge of it. He didn't really know. Maybe, I don't want to get into his mind, but it sounded to me like maybe these could have been rogue killers. Who knows? Girme abicim, girme. كشفت نتائج التحقيقات الأولية أن المناقشات التي تمت مع المواطن جمال خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي، أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين المواطن جمال خاشقجي. His Royal Highness the Crown Prince has nothing to do with this issue. In fact, the National Security Advisor in the US said this. This was a rogue operation. Whatever happened, it was just... It wasn't painful for him or something like that, or it was quick, or he had a peaceful death. That's what I wish for. لقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم. Ben bugün buradan bir çağrı yapıyorum. O çağrı şudur. Bu çağrım Suudi Arabistan Kralı Hadimul Harameyn-i Şerifin başta olmak üzere üst yönetimidir. Olayın cereyan ettiği yer İstanbul'dur. Dolayısıyla bunun bu 15 artı 3 kişi 18 tutuklunun yargılanmasının İstanbul'da yapılması teklifimdir. Thank you.
It's a terrible tape. I've been fully briefed on it. There's no reason for me to hear it. In fact, I said to the people, should I? They said, you really shouldn't. There's no reason. I know exactly, I know everything that went on the tape without having to. And what happened? It was very violent, very vicious and terrible. صرح نائب العام في بيان انعقاد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية في مدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي والبالغ عددهم 11 شخصا بحضور محاميه والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم. في هذا التحقيق نكشف عن أول صور حصرية من داخل بيت القنصل السعودي محمد العتيبي تعرض للمرة الأولى. هنا يظهر الفرن في مراحله الأخيرة من البناء قبل أشهر قليلة من الجريمة. هذه الصور التقطت خلسة من قبل الرجل الذي قام ببناء الفرن. Insist that the responsibility of the state of Saudi Arabia is engaged into that execution, and there has been no demonstration that the state itself of Saudi Arabia has accepted its responsibility for the killings. What I do have is evidence suggesting that the responsibilities of high-level officials may be engaged and therefore is requiring further investigation, in particular of the Crown Prince, for a variety of reasons. The first one is that the people directly implicated in the murder reported to him. Cemal Khashoggi ile devam ediyoruz. İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti. İşte bu olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. O detayları ise Sabah gazetesi var. لم أعطي أمراً بقتل خاشقجي ولا بإحضاره إلى السعودية بالقوة، بل طلبت من منصور أبو حسين إقناعه بالمغادرة معه. عسيري أمرني بإحضار جمال خاشقجي بالقوة إلى السعودية. كان المخطط توفير مكان آمن لاختطاف جمال إذا رفض المغادرة معنا إلى الرياض. لم يقتنع بالمغادرة معنا إلى السعودية، ولم أتمكن من إخراجه مبنى القنصلية بسهولة. قررت قتله بمادة مخدرة. أردت في البداية دفن جثة خاشقجي في حديقة القنصلية، إلا أني قررت تقطيعها لكي لا أكشف. المادة التي اشتريتها لم تكن كافية للقتل، لذلك جلبت معي من القاهرة جرعة عالية من المادة المخدرة. ابتديت ملابسه ونظارته لإظهار أنه خرج من القنصلية. توجهت إلى ميدان السلطان أحمد، وهناك في أحد المراحيض غيرت ملابسي ورميت ملابس جمال ونظارته. أنا كنت صامت بأمر الحكومة، كنت ممنوع من الكتابة، ممنوع من الحديث، وكنت متضايق من ذلك وأشعر بالإهانة إنه أمرت وأنا كاتب معروف بأن لا أكتب ولا أغرب، فكنت مضايق من ذلك. Deep inside him is an old-fashioned tribal leader. He wants to enjoy the fruit of post-war modernity and Silicon Valley and cinema and everything. I'm sure the Americans are not going to apply pressure to come on Mohammed bin Salman unless a true crisis happens in Saudi Arabia. Türkiye olarak bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacak, kendi hukukumuz ve uluslararası hukukun gereği neyse onun yerine getirilmesini sağlayacağız.